تقيم مديرية التربية باللاذقية وبالتعاون مع مركز الفيزياء التطبيقية والعلوم الأساسية تدريبات لتقديم أكبر خدمة للطلاب بعد احتضانهم وتجهيزهم علمياً وضمهم لفرق معلوماتية وفيزياء ورياضيات وكيمياء وزيادة قدراتهم التكنولوجية للدخول إلى المسابقات العالمية. مهمتنا هون طبعاً بعد احتضان الطلاب وتجهيزهم علمياً وتدريبهم على أشياء أعلى من المنهاج، يعني ممكن تتخطى معلومات جامعية، معلومات صعبة جدا، لتجهيزهم للدخول بغمار المسابقات الدولية. عم نجهز لعدة فرق، عندنا فرق معلوماتية، عندنا فرق فيزياء، فرق رياضيات، فرق كيمياء، كلها عم تستعد ولحتى تدخل بالمسابقات العالمية. نحن طبعا دخلنا وجربنا وأخذنا جوائز وطلابنا كانوا قد المسؤولية بكل تأكيد. صار في تشبيك كتير كبير بيننا وبين مركز الفيزياء التطبيقية. طبعا المركزين هدفهم واحد، هو يعني تقديم أكبر خدمة لطلابنا لحتى يحققوا مراكز بالمسابقات اللي عم يشتركوا فيها. طبعا نحن كدمج تكنولوجيا بالتعليم نحن بنقدم لهم البنية اللوجستية زائد كوادرنا نحن كمدربين ممكن يساعدوا بتدريب وتأهيل طلابنا لزيادة قدراتهم التكنولوجية للطلاب وتمكينهم من استخدام التكنولوجيا لحتى تقدر تزيد من قدرتهم على المشاركة الأسرع بأي مسابقة عالمية بتكون أونلاين وعبر الإنترنت. شاركنا بمسابقة بيربل كوميت ماث ميت، طبعا هي المسابقة شارك فيها طلاب المركز يعني، والحمد لله حققنا نتائج كويسة. طبعا هي المسابقة بتدعي يعني بكثير من الفوائد، انه نحن ننمي معارفنا، وطبعا احنا هون بالمركز جايين منشان نستفيد من الخبرات الموجودة هون. نحن طلاب المركز شاركنا بالمسابقة اسمها بربل كومت ماث ميت، المسابقة العالمية للرياضيات، وضلينا وقت طويل يعني عم نحاول فيها وحققنا نتائج كتير كويسة يعني على مستوى سوريا وعلى مستوى العالم. طبعا المسابقة اللي شاركنا فيها كانت مسابقة الفرق اللي مركزها كان بأمريكا وبيتم إدارتها يعني من وهي من أكبر المسابقات بالعالم يعني، ودربنا عليها كتير منيح وكان العمل كفريق كتير شيء حلو بهالمسابقة وهو أحلى شيء يعني، ويعني أنه كان حلو قد جمال النتيجة وقت اللي أخذناها. تأتي هذه التدريبات ضمن خطة دمج التكنولوجيا بالتعليم بعد التجربة الناجحة في الولايات المتحدة الأمريكية والتي تم الحصول من خلالها على 18 شهادة تقدير.